مرحبا بك معنا في قولية، واليوم بغيناك تقولي لينا ولا تقول لي شنو عجبك في الشاون. انا جيت من قنيطره وعجبتني الشاون حيت مدينه فيها الكالم، يعني تقدر تلقى شي حوايج زوينين، كاين الهدوء، كاينين بزاف الحوايج زوينين. انا بصراحه يعني الا بغيتي تختار شي مدينه فين دير فين دوز كونجيات تنقول لكم الشاون. الشاون دائما كنجي ليها كل عام، كتعجبني فيها الجغرافيا ديالها والطبيعه ومنطقه اقشور والناس هنايا طيبين والمأكولات الشعبيه هنايا في المستوى زعما مزيانه، وكاينين هذوك العيالات اللي كيبيعوا هذوك المواد الطبيعيه بيو كما تيقولوا بيو. الشاون مدينه زوينه كنصحوا بها الناس يجيو لعندها، وثمنها في المتناول الحمد لله، ما لقيناش شي اشكال ما لقيناش شي مشكل. كنصحوا الناس ولاد المغرب يجوا يشوفوا بلادهم. عجبني في الشاون الناس ديالها، اللباس ديالها، التقاليد ديالها، وحتى الماكلة ديالها والناس ديالها بصفة عامة، وشفت الشاون كاملة تبارك الله علي الناس ديالها زوينين. الشاون مدينة سياحية، مدينة غزالة، كيجوا لنا الناس من كل بلاصة كيزوروها بالمياه ديالها، العذبة مياه عندهم باردة هنايا، داك الشيء غزال. كنتمنى أي واحد يجي يزور مدينة الشاون، مدينة رائعة. I think Chefchaouen is so beautiful, partially because of the colors, but mainly because of the people. Everyone is so lovely and kind, and it's been really helpful to us throughout our holidays. And also the free water is so delicious as well, which is really lovely. Absolutely. I think I saw it online because it's so beautiful, the blue everywhere. And I think the blue, maybe it makes everyone relaxed, but it's certainly something I feel here is that it's a beautiful place with beautiful people. And you could see all of the different mosques, and you can see the beauty of the town. You can see the sun coming down. I think it's magical. It's a beautiful scene. Yeah, I agree that we have a terrace on the Riyadh that we're staying in, and you can see, I think it was 13 mosques from there, and hearing them all call to prayer as sunset is amazing. It's beautiful. هاد المرة جبنا الدور في مدينة شفشاون، مدينة الزرقاء، يعني نقدر نقول كأحسن مدينة في المملكة المغربية. بالناس ديالها، بالديكوراسيون ديالها، بالمبيت ديالها، بالجو ديالها، بالماكله ديالها، يعني كلشي فيها زوين. الله عمر هذا. ديما كنجي في العطله نورمالمون الشمال كيعجبنا، والشاون كيعجبنا في الطبيعه والناس ظرافين والله يعمرها دار، وجلسه في الماء، جلسنا اليوم في الماء، تغدينا طاجين زويون، اوكي تعجبني كلمه زويون عندهم نيت. زوين مزيون تيقولوا مزيون. الشاون زوينه اللي عجبتني فيها اي بلاصه كتلقى بعد الماء، الروبينيات يعني هذه عجبتني فيها، ونقاوه مشكله غير مضيقه شويه ولكن حاجه عاديه يعني هذه البلاصه تجبل. جينا من مدينه مراكش، جينا لهنايا تبارك الله هنايا كل شيء زوين، الخضوره، الماء، الناس ديالها تبارك الله عليهم مزيانين، الالوان زعما تبارك الله داكشي. انا بهجويه وغادي نقول لكم كلمه بالشماليه، شني كتعمل العائله.